بمشاهدة مباراة ممتعة بقي على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. مع صفقة
صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول، كانت الكلمة فيه للدفاع. تلعب الكرة إلى الأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. كرة طولية إلى الأمام، يبحث عن المهاج كريستيانو ورونالدو. واضح ان هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من اجل خلق فرص اخطر على المرمى. تتغير النتيجة لتصبح 1-0. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. ألفارو غونزاليس، يلعب الكرة إلى الأمام. قبل لا شيء، تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون اداء مبهرا في مباراة اليوم. لويس غوستافو، توليسكا، يولد الاخطاء دائما. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطا. مارتينيز، مارتينيز فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. توليسكا، يلعب الكرة للمنطقة الأمامية.